في كل أسواق العالم الأسعار والتجارة بتمشي على قانون السوق الطبيعي اللي هو العرض والطلب، يعني الطلب كتير والعرض قليل يبقى السعر هيرفع جامد، لو العكس مفيش طلب والعرض كتير يبقى الطبيعي ان الأسعار تنزل، وده اللي بيقوله العقل. لكن في مصر بتحصل حاجة غريبة في الأسواق، وبقى في زي حلقة كبيرة حكم السوق من شركات وتجار كبار خلت الأسعار تطلع وما تنزلش. ايه اللي بيحصل وليه السلع دايما غالية رغم انفراجة الوضع الاقتصادي والدولار واستقرار الأسواق والأسعار العالمية، وامتى الناس تحس ان الأسعار نزلت؟ بانكير نبض البنوك. امبارح كان في جدل كبير على تويتر بعد ما الفنان نبيل الحلفاوي كتب تغريدة وصف اللي بيحصل من التجار والشركات بالغباوة، لان هم بيشتغلوش بمنطق العقل والسوق وما يعرفوش حاجة عن العرض والطلب، وكل اللي يهمهم ان الاسعار تبقى مولعة نار وخلاص. الغريبة ان كتير من الشركات المنتجة للسلع في الاسواق المحلية بينها وبين التجار الكبار زي اتفاق الحفاظ على مستوى عالي من الاسعار حتى لو كانت ضد قانون السوق او العرض والطلب، ودخلت ناس كتير واتكلمت في الموضوع وحصل زي جلسة حوار حوالين ارتفاع الأسعار، واللي شايفين ان سببها الحقيقي هو الجشع والاحتكار وازاي الشركات بتقلل المعروض من السلع بشكل متعمد عشان تحافظ على ارتفاع الأسعار وكأنها مصرة تعذب المواطن العادي. وعشان كده في سلع كتير المفروض سعرها كان نزل عشان قلة الطلب، لكن التجار سحبوها من السوق وخلوا كميات قليلة طبعا بالتعاون مع بعض الشركات اللي شايفة انها تقلل الانتاج والمعروض وتوفر كمان سولار وكهرباء وتكليف توزيع وفي نفس الوقت تبيع بالغالي. طبعا لو ده بيحصل فأكيد جريمة لأنها تلاعب كبير في حركة السلع والبيع والشراء وضد القوانين المعروفة، وبتعرض الناس للخطر والاحتكار. عشان كده لازم الدولة تتحرك بشكل أسرع ونشوف يا ترى هل ده بيحصل فعلا ولا الناس بتقول أي حاجة عشان مش لاقي حل. ولو بيحصل حقيقي يبقى لازم يكون في إجراء قوي جدا ضد أصحاب الأعمال والمصانع لأنهم سبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع وعدم نزولها. ولو ده حقيقي برضو هيبقى احنا قدام ظاهرة اول مرة نشوفها، وهي الاستغلال لاخر مدى للمواطن، لكن في نفس الوقت بيبقى حطينا ايدينا على سبب علة الاسواق وعرفنا ليه الاسعار بتطلع وما بتنزلش. انا اشرقت اشرف والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.